تقريبا دار ايكيدو. اليوم كان لنا الشرف باش الجامعه الملكيه المغربيه ايكيدو ايايدو تكون الحرب الممثله تنظم تدريب وطني تحت اشراف الخبير الدولي مبارك العلوي ويتياندان بمشاركه اعضاء الجامعه وجميع اقاليم المملكه المغربيه بما فيها جميع المدن وجميع الفعاليات. كما كنشوفوا ان التدريب الوطني في يعني تولي كاتيجوري فيه الاطفال فيه لي جونيور وحتى لي زادولت. هذا التدريب كيدخل في اطار البرنامج الثانوي اللي كتوضعه الجامعه الملكيه المغربيه في اطار البرامج ديالها ديال بلان سبورتي 2013 2014. الهدف من هذه الرياضه هو نشر تعريف الناس برياضه الايكيدو. احنا رياضه الايكيدو هو فن ياباني عريق المؤسس ديالو موريه كوشيبا وكان اللي حمل المشعل ديالو الاستاذ ديالنا مبارك الحاج مبارك العلوي الله يطول في عمره. تيدخل من الرياضات اللي ما كتعتمدش على القوه او هذا بالعكس كتعتمد على غير على العقل على الحركات البسيطه ورده الفعل ديال اي واحد مهاجم ولا لا كتستغل الفرصه ديال القوه ديالو باش كتخدم واحد الحركات اللي فيها تناسق ما بين الجسم والروح كما كنقولوا حنايا في الرياضه الطيبه. شكرا. وكنشكركم بزاف على البادره الطيبه ونتمنى الخير ونتمنى ان شاء الله التدريب يدوز في احسن ظروف. شكرا.